ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو النهارده فيديو جديد من سلسله فيديوهات افضل تطبيقات الايفون، واللي بنوضح فيها افضل واجهزه التطبيقات اللي هتغير جدا من استخدامك اليومي لجهازك. فبدون تفاصيل كتير خلينا نروح على الشرح العملي. بس قبل ما نبدا بالفيديو، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. طيب خلينا نروح على اول تطبيق في سلسله النهارده، واول تطبيق جاي معانا جاي باسم دونت تراك. التطبيق وظيفته الاساسيه ان هو بيمنع عنك جميع الاعلانات اثناء استخدام التطبيقات والالعاب او حتى اثناء التصفح. فمثلا لو جينا على اي تطبيق من التطبيقات اللي مليانه بالاعلانات، فليكن مثلا التطبيق ده، مجرد ما ندخل عليه هنلاقي اعلان ظهر لنا بالشكل ده زي ما احنا شايفين في اعلان. نفس الكلام دخلنا على التطبيق التاني ده، بمجرد ما ندخل على التطبيق هيظهر لنا اعلان زي ما احنا ما شايفين. طيب عايزين نشوف هل البرنامج فعلا بيمنع الاعلانات ولا لا. بمجرد ما تدخل عليه بالشكل ده هتعمل ستارت بلوكينج بالشكل ده، وبعد كده هتديله الصلاحيات، هنعمل الاو بالشكل ده. التطبيق دلوقتي حاليا شغال بدون ادنى مشكله. طيب لو جربنا دلوقتي ان احنا نخش على التطبيقات اللي فيها اعلانات، فليكن مثلا التطبيق ده، زي ما شايفين التطبيق مفهوش اي اعلانات نهائيا. بمجرد تفعيل البرنامج ما بقاش بيظهر اي اعلانات. طيب نفس الكلام التطبيق التاني، زي ما شايفين مفيش فيه اي اعلانات نهائيا. طب لو جربنا ان احنا نقفل التطبيق بالشكل ده، التطبيق حاليا اتوقف. هنخش على التطبيقات اللي فيها اعلانات، زي ما شايفين بمجرد ما قفلناه ظهر الاعلانات مرة تانية. نفس الكلام بالنسبة للتطبيق التاني زي ما احنا ما شايفين. تطبيق جميل وفعلا بيمنع جميع الاعلانات اثناء استخدام التطبيقات والالعاب. ونروح على طول على التطبيق التاني، والتطبيق جاي باسم مصحف الحرمين. التطبيق بمجرد ما ادخل عليه هتلاقي ان هو تطبيق قرآن زي باقي التطبيقات، ولكنه متميز بواجهته البسيطة جدا. زي ما احنا شايفين كمان هو مريح جدا للعين اثناء القراءة زي ما احنا ما شايفين. مجرد ما تضغط بالشكل ده على خانة الأجزاء هيجيب لك الأجزاء كلها ال 30 جزء للقرآن، واجهة بسيطة جدا. نفس الكلام لو دوست على الصورة هيجيب لك جميع صور القرآن الكريم زي ما احنا شايفين بدون أدنى مشكلة، استخدام سهل وبسيط. طيب لو حبيت تضغط بالشكل ده ضغطة مطولة على أي صورة هيجيب لك الشرح المبسط ليها زي ما احنا ما شايفين، تقدر تستخدمه بدون أدنى مشكلة. بمجرد ما تضغط على أي آية هيظهر لك التفسير المبسط ليها. طيب لو ضغطت بالشكل ده هيجيب لك كمان إنك تقدر تسمع الآية أو الصورة بصورة أي مقرئ. مجرد ما تضغط بالشكل ده طيب كمان لو ضغطت بالشكل ده تقدر تغير المقرئ زي ما احنا ما شايفين، تختار اي مقرئ من القراء الموجودين عندنا، ياسر الدوسري، ماهر المعكلي، وعلي جابر، وجميع القراء زي ما احنا ما شايفين تقدر تغير بينهم بدون ادنى مشكله. تطبيق جميل جدا ومريح للعين وهيساعدك جدا في قراءه القران بسهوله وبدون اي تعقيدات زي باقي البرامج. ونروح على طول على التطبيق اللي بعد كده، واللي جاي باسم اد بلوكر. التطبيق للوهله الاولى هيتهيألك ان هو وظيفته الاساسيه ان هو بيمنع الاعلانات. هو فعلا بيمنع الاعلانات، ولكنه متخصص في منع الاعلانات الغير لائقه، بمعنى ان هو يقدر يمنع اي محتوى اباحي سواء كان صوره، فيديوهات، اي شيء من الظهور اثناء استخدامك اليومي لجهازك. تقدر تحمله وتثبته على تليفون ابنك وتاكد ان 100% مش هيظهر له اي اعلانات اباحيه من اللي بتظهر اثناء استخدامك للايفون فجاه كده اثناء الاستخدام. مفيش اي محتوى اباحي هيتعرض بفضل البرنامج ده، والمفاجاه ان البرنامج ده مجاني 100%. طيب عشان نقدر نتفعل التطبيق بدون ادنى مشكله ونمنع جميع الاعلانات الغير لائقه والاعلانات الاباحيه، كل اللي بتعمله بمجرد ما تضغط على التطبيق بالشكل ده هتيجي على اول خانه خالص او اول صفحه، ننزل على اخر خانه بلوك ادز. ده كده هيمنع لك جميع الاعلانات. دي كده اول حاجه. بعد كده هنيجي على خيار المودز بالشكل ده، وهنيجي هنفعل جميع الخيارات دي بالشكل ده. طيب زي ما احنا شايفين انت دلوقتي، زي ما احنا شايفين ظاهر لك ادلت مود بيمنع لك الاعلانات الاباحيه، ولكن عشان تاخد منه اقصى فائده هنيجي على اول خيار هاو تو انيبل اد بلوكر وندوس عليها بالشكل ده. هنفعل الاضافه دي في متصفح سفاري علشان يمنع لك جميع الاعلانات الاباحيه اثناء حتى التصفح.
حتى لو انت سرشت بنفسك او بحثت عن اي محتوى اباحي مش هيظهر لك نهائيا وهيتم حجبه عن جهازك. هنيجي على الاكستنشن من المنظر ده، هندوس عليها، هننزل تحت هتلاقي موجود اكستنشنز او الاضافات، هنضغط بالشكل ده هتلاقي زي ما احنا شايفين الاكستنشن او الاضافه ظاهره لتطبيق او متصفح السفاري. كل اللي تعمله ان هتضغط بالشكل ده وهتفعل الاضافه على جميع الاعدادات بالشكل ده، هتفعل اضافه، اد بلوكر، برايفسي، وهننزل تحت السكيورتي هنفعلها بالشكل ده، اتاكد ان هي اتفعلت على جميع الاعدادات، اد بلوكر ادلت هندوس عليها ونفعلها بالشكل ده. كده اضمن لك ان انت قدرت تمنع المحتوى الاباحي نهائيا من جهازك سواء اثناء التصفح على تطبيق سفاري او اثناء استخدام جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي. تطبيق ممتاز جدا وارشحك بتحميله بقوه لانه فعلا برنامج قوي جدا ومجاني لحد دلوقتي. ونروح على طول على التطبيق اللي بعد كده، والتطبيق اللي بعد كده جاي باسم بيكتشر ان بيكتشر. مجرد ما تدخل عليه بالشكل ده هيظهر لك مواقع التواصل الاجتماعي. فليكن مثلا دخلنا على موقع اليوتيوب بالشكل ده هيظهر لنا الواجهه الرسميه لليوتيوب، ولو جينا على اي فيديو هيظهر لك الخيارات دي زي ما احنا ما شايفين. اظن انت عرفت دلوقتي التطبيق ده ممكن يعمل ايه. كذلك بيتمتع بميزات تانية كتير، لو جينا مثلا بحثنا عن اي فيديو بالشكل ده فليكن مثلا القناة بتاعتنا، هندخل على اي فيديو فليكن مثلا الفيديو ده بمجرد ما نشغله هيظهر لك الخيارات دي. طيب هل دي الوظيفة الوحيدة؟ لا، زي ما احنا شايفين دلوقتي الفيديو هيكون شغال. لو جيت وكبرت الفيديو بالشكل ده وبعد كده سحبت بالمنظر ده هيظهر لك ان هو الفيديو شغال كصوره داخل صوره بحيث تستعمل باقي التطبيقات ويفضل الفيديو شغال عندك بدون ادنى مشكله. كمان تقدر تتحكم في حجم الفيديو زي ما احنا شايفين، كمان تقدر تسحبه شمال كده بحيث ما يكونش ظاهر في الصفحه الرئيسيه. نفس الكلام لو جينا شغلنا التطبيق بالمنظر ده، رجعنا تاني للتطبيق، تقدر كمان لو التطبيق شغال تخليه شغال في الخلفية زي ما احنا شايفين، هتلاقي التطبيق شغال كصوت في الخلفية، يعني انت طلعت من تطبيق اليوتيوب ولكنه شغال في الخلفية بدون ادنى مشكلة كصوت. غير كده كمان لو مجرد ما يدخل على التطبيق لو لاحظنا ان ما ظهرش فيه اي نوع من انواع الاعلانات بمجرد فتح اي فيديو، فدي يعتبر كمان ميزة رابعة من مميزات التطبيق ده. ونروح على طول التطبيق اللي بعد كده، والتطبيق اللي بعد كده جاي باسم باز تي في. اظن ان اسمه واضح ان هو بيعمل ايه. مجرد ما تضغط عليه بالشكل ده هيظهر لك الواجهه الرسميه بالشكل ده، هتدي له الصلاحيات وهيطلب منك تختار اللغه الانجليزيه او العربيه، فليكن مثلا عربيه هنعمل قراءه البنود وندوس على متابعه. هنيجي هنا في اليو ار ال وهنضغط 22455 وندوس على بلاي. زي ما احنا شايفين هيقول لك اختار الدولة بتاعتك، فليكن مثلا المغرب، العراق، السعودية، الجزائر، مصر، أي دولة عربية. هتلاقي معظم الدول العربية أو كل الدول، أغلب الدول كلها موجودة. فليكن مثلا لو اخترنا مصر بالشكل ده هيجيب لك زي ما احنا شايفين الواجهة دي. أظن أنت عرفت التطبيق ده يقدر يعمل ايه. عندك زي ما احنا شايفين استخدامات كتيرة وتتغير الدولة او اللغة بتاعتك بدون ادنى مشكلة. نروح على طول على التطبيق اللي بعد كده، والتطبيق اللي بعد كده جايب اسم كويك سامري. التطبيق وظيفته الاساسيه ان هو بيقدر يلخص لك اي شيء موجود سواء كانت مقاله، فيديو على اليوتيوب، اي شيء يقدر يلخصه لك في نقاط صغيره. فليكن مثلا رحنا على فيديو على اليوتيوب وانت مش حابب انك تسمع فيديو طويل مثلا، لو جينا مثلا على الفيديو ده اللي هو بتاع تسريع الانترنت، جينا خدنا رابط الفيديو ده كوبي، هيقدر يستخلص لك ويحلل لك محتويات الفيديو ويلخصه لك بدون ادنى مشكله في مجموعه من النقاط. هنعمل بيست فروم كليب بورد بالشكل ده وهنعمل الاو بيست. زي ما احنا شايفين قدر يلخص لنا المحتوى اللي موجود في الفيديو في مجموعة صغيرة جدا من النقاط، ده طبعا بعد تحليل الفيديو زي ما احنا ما شايفين. فانت بدل ما تتفرج على الفيديو ممكن تاخد الرابط بتاعه كوبي وهيقدر يلخصه لك
لنقاط بسيطه جدا. ونروح على طول على التطبيق اللي بعد كده واللي جاي باسم بارت نوت. التطبيق وظيفته الاساسيه ان هو بيقدر يحول لك اي صوت لنص مكتوب. طبعا الميزه دي موجوده في اغلب التطبيقات، ولكن المميز في التطبيق ده ان هو مدعوم كامل بالذكاء الاصطناعي من شركه اوبن اي اي. كمان اللي بيميز التطبيق ده ان هو اوف لاين بشكل كامل، تقدر تستخدمه حتى لو انت معكش اي انترنت، وبيدعم لاكثر من 100 لغه. مجرد ما تدخل على التطبيق بالشكل ده هيظهر لك الواجهه الرئيسيه بالشكل ده، هنديله نيكست. نيكست بالمنظر ده هيقول لك اختار اللغه اللي انت بتتكلم بيها، سواء كانت الانجليزيه او العربيه، هيقدر يميزها بشكل كامل ودقيق لانه كمان مدعوم بالذكاء الاصطناعي زي ما احنا ما قلنا. هنيجي على جيت ستارتد وهنكتب كده بالشكل ده، هنقول ان التطبيق ده يعتبر من افضل التطبيقات لانه مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويقدر كمان يميز بين اللهجات، سواء كانت لهجتك مصريه سعوديه اي لهجه يقدر يميزها بدون ادنى مشكله، وهيقدر يحولها لك لنص مكتوب بشكل دقيق جدا. لو جينا بالشكل ده وقفلنا، زي ما احنا شايفين هتبتدي العمليه تحت، زي ما احنا شايفين 0%، هننتظر لحد ما العمليه تنتهي. زي ما احنا شايفين قدر يحولنا النص الصوتي لنص مكتوب نصي بالشكل ده، وزي ما احنا شايفين مفهوش اي غلطة. زي ما احنا شايفين التطبيق قدر يحولنا النص الصوتي لنص مكتوب بدون اي مشكلة وبدون اي اخطاء. طبعا التطبيق هيكون حجمه كبير نسبيا، حوالي 500 ميجا، حوالي نص جيجا، ولكن اني اضمن لك ان هو هيشتغل بدون ادنى مشكله، وطبعا لانه بيشتغل بشكل اوف لاين فطبيعي جدا يكون حجمه كبير شويه. ونروح على طول على التطبيق اللي بعد كده، والتطبيق اللي بعد كده جاي باسم تراتيل القران. التطبيق يعتبر من اشهر وافضل التطبيقات اللي تقدر تستمع ليها للقران الكريم لاغلب التلاوات لجميع القراء. مجرد ما تضغط عليه بالشكل ده هيظهر لك هنا القرآن الكريم بجميع الصور زي ما احنا شايفين. بمجرد ما تضغط بالشكل ده على اسم المقرئ تختار اي مقرئ زي ما احنا شايفين وتحمله بحيث تسمعه بشكل اوفلاين. هتلاقي كل القراء بمعنى الحرفي هتلاقيها موجودة بدون ادنى مشكلة. هتختار المقرئ بتاعك بالشكل ده، فليكن مثلا البنا، هتلاقيه شغال بدون ادنى مشكلة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. المميز في التطبيق ان انت ممكن تشغله بالشكل ده وهتلاقيه شغال في الخلفيه بدون ادنى مشكله. اما لو حبيت تحمل اي صوره عندك بحيث تسمعها بشكل اوفلاين لو مفيش اي انترنت، هتيجي على اي صوره من الصور هتعمل لها لاف، وهتيجي على الثلاث نقط دول بالشكل ده وهتعمل داونلود، وفي ثواني هيتم تحميل الصوره بحيث تسمعها بشكل اوفلاين حتى لو انت ما كانش متوفر عندك انترنت. تطبيق جميل يعتبر من افضل تطبيقات للاستماع لتلاوات القران الكريم، هتلاقي فيه جميع اللغات وكل القراء زي ما احنا ما شفنا. اما لو انت من محبين الاستماع لمحطات الراديو فانصحك بالتطبيق ده جاي باسم راديو جاردن. مجرد ما تضغط عليه بالشكل ده هيظهر لك الواجهه الرسميه بتاعته بالمنظر ده، بيقول لك اعمل بريس لي بلاي وهيجيب لك كوره كده بحيث تستمع لجميع محطات الراديو من كل محطات العالم او من كل انحاء العالم. كل اللي عليك تعمله انك هتعمل سوايب بالشكل ده وتسحب وتروح على اي محطه موجوده في العالم. جميع النقط الخضراء دي كلها محطات راديو على جميع انحاء العالم. عايز تستمع لاي محطه في اي دوله هتقدر تستمع ليها بدون ادنى مشكله. لو جينا مثلا بالشكل ده ووقفنا على اي محطة، جينا هنا مثلا هيجيب لك اهو المحطة دي. لو سحبنا بالشكل ده وقفنا على محطة ثانية، محطة غيرها، نزلنا تحت كده محطة ثانية للقرآن الكريم، جيت على اي دولة ثانية مثلا، لو يجي مثلا بالشكل ده هتلاقيه شغال على جميع دول العالم زي ما احنا ما شايفين بالمنظر ده. تطبيق جميل جدا وانصح الجميع بتحميله لو انت كنت من محبين الاستماع للراديو على جميع انحاء دول العالم. بس كده، لو استفدت الفيديو النهارده وعجبك اي تطبيق او حبيت تدور على تطبيق معين اكتب لي في الكومنتات وحاول افرجك ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. فما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير.
سلام.